مواطن، كتبت مواطن. وهذا التوقيع ما شو اسمه هو من وقعتها ورا الجنسية، هي هل وقعتها من ورا ال انت مو جاي تاخذ جنسية عدم back to your country شنو غير منطق هذا اليوم؟ ما واحد يحكي يعني اقول لك كان هنا هذا الباص مال نايلون اللي يحفظ الورق هذا ماله اوكي اكو انا مطلع بالش اسمه هاي بيته حتى قلت لها صار لموقف، قالت شنو؟ هي مو معلمتنا، هي هاي الصفتيو فان من يصير امرجنسي تيجي. قال شنو وين؟ قلت لها بالـ98 قلت لها كنا طالعين انا وزوجي نزل بالستور واجوا السياره بصفنا دحجه سيارتنا. قلت لها انا ما عندي انجليزيه، ضليت خالتي. قلت لها هم دحجوا ويتنوعون لي ومشوا. قالت لها هاي وين؟ قلت لها بلينكن نبراسكا. وفي هيك سوت وما درضت تنوع لي، تقول لي اي صف شيم، هي من لينكن نبراسكا. تقول لي بس اروح لهم واقول لهم. قلت لها اي، قلت لها وذولاك مقبره مال احياء. قلت لها وابد يعني ما يحجون ويا الغريب، يعني مو مثل هنا. قلت لها هنا، قلت لها اي فول هوم هير، قاموا يصفقون وش اسمه هذا يقولون يعني شلون الماساتشوست هاي رفع من شأنها. قلت لهم افتريت وبا ولايات، ما انا اول صفنا ب 17 واحد، انا الوحيدة اللي مفترة الولايات. قلت لهم no place like Massachusetts. قلت لهم ويا
الهارد تايم بالدرايفينج ويا الهارد تايم يعني people when they wake up you feel them like they wanna fight but it's different. دام يصبون وما أدري شنو تقل مع المعاني من أماها. تقل أنا مولودة هناك بس أهلها يعني ما قالت هي منين بس قالت أهلي for long time أجوا أمريكا. قلت هنا أمريكا.